الصالونات يشارك في الطبعة 55 من الصالون الدولي. هذه ماشي أول مشاركة لنا. مجمع بلاط من عاداته وتقاليده أنه يشارك في مثل هذه المعارض التي تسمح لنا بالتقرب من المستهلك، إنشاء علاقات وإنشاء شراكات. الجديد في هذا المعرض أنه عندنا دي برودوي، دي نوفو برودوي اللي هما دايزي، اللي هما دي برودوي سيرجولي. دونك المنتوجات هذوما حيكونوا في السوق الجزائري قريبا ان شاء الله، تقريبا في القريب العاجل. سي دي برودوي سيرجولي اللي يساعدوا المستهلك الجزائري بور